الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي في أولى حلقات دورات القانونية التابعة لنقابة المحامين عن موضوع الحكم لصالحي. والحكم لصالحي في قضية اليوم وهي قضية عرضت علي كانت بمحضر محرر من جهاز حماية المستهلك ضد أحد الشركات الموردة لسلع تموينية باتهامها بأنها عرضت في دور عرض المحلات التجارية سلعة تابعة للشركة، هذه السلعة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو كان تاريخ الإنتاج مشطوب. كانت المشكلة أن مكنة طباعة تواريخ الإنتاج ساح الحبر فيها، فتاريخ الانتاج طالع متشربط نازل على بعضه الحبر متشربط، فغير مبين تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء، تاريخ الانتاج الصلاحية وتاريخ انتهاء الصلاحية. فأحد المستهلكين راح سوبر ماركت معروف ومشهور، اشترى منه السلعة وهو بيبص لقى العيب ده، فقال للموظف اللي في السوبر ماركت، قال له حاضر يا فندم ده تلافى العيب وهنكلم الشركة، وما كلمش الشركة وما أخطرهاش وما بلغهاش ورجع الكيس او المنتج على الرف زي ما هو. نفس المستهلك رجع مرة اخرى وجد نفس العيب، قام اشترى الكيس حطه في عربيته ودفع الثمن واخد الرسيد وقام اتجه الى جهاز حماية المستهلك وحرر شكوى ضد الشركة. ثم هذه الشكوى قام موظف جهاز حماية المستهلك بالانتقال للسوبر ماركت، والسوبر ماركت نفى مسؤوليته تماما وقال انا ماليش دعوة، انا جهة عرض ومش جهة مراجعة ودي مسؤولية الشركة الموردة، ولم يتصل بالشركة الموردة ولم يطلب منها اي تفسير لهذا الفعل، وانما سبق اقوال الشاكي وقام باثبات اقوال السوبر ماركت المختص بالبيع، وقام بالتوجه لقسم الشرطة بالمحضر اللي هو عمله كموظف عادي جدا في الجهاز، وأيده برقم جنحة وكتب في نهاية المحضر توصية بأن يوجه هذا المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بإحالة صاحب الشركة وهو مدعو فلان الفلاني كمتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة. وعرضت القضية أمام محكمة الجنح والمتهم حكم عليه بسنة حبس. ثم عرضت عليه القضية في مرحلة الاستئناف، فقمت بعمل استئناف، وحينها راجعت قانون حماية المستهلك لأن المحضر كان محررا من جهاز حماية المستهلك، فلم يكن يحق للنيابة العامة منذ بداية القضية أن توصفها وتقيدها بأنها جنح التموين. فكان دفعي وهو عدم اختصاص المحكمة الجنائية ولائيا بنظر القضية. حينها تعجب السيد رئيس المحكمة واستفسر كيف تكون جنح التموين ولا تختص محكمة الجنح بنظرها. أكدت له هنا أن كانت المادة 18 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ده القانون القديم مش القانون الجديد. المادة 17 نصت على أن تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفحص في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين والموردين والمعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم، وهذا لم يحدث. كان من المفترض أن تشكل لجنة، مش موظف يعمل محضر، لجنة تحل الموضوع، وإذا تبينت أن هناك مخالفة يكون طبقا للمادة 19 أن تتخذ قرار بوقف السلعة وبمصادرتها ثم عرض الأمر على الجهة المختصة لإجراء التحقيقات. كل هذا مع عدم الإخلال بأحقية رئيس جهاز حماية المستهلك بالتصالح على الجنحة أو المحضر أو الشكوى المبينة في أي وقت ولو قبل صدور حكم أو حتى بعد صدور حكم بات فيها. ده طبقا لنص المادة
3/24 من القانون. طيب جت اللائحة التنفيذية للقانون واللي صدرت برقم 886 لسنة 2006 عن نفس السنة في المادة 34 قالت إيه؟ تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذي فور تلقيها، وذلك لمدة لا تجاوز 30 يوما، ويحرر المحضر بجميع الإجراءات التي اتخذت حيالها، وفي جميع الأحوال يكون المدير التنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة المعنية في الدولة، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها ويختار مقدم الشكوى بما يتم في شأنها من إجراءات. يبقى هنا البلاغ أو الإخطار يأتي في الجهاز للموظف، وعلى الموظف اختار المدير التنفيذي، والمدير التنفيذي يخطر اللجنة، واللجنة إذا لم تستقر على تسوية أن تعيد القضية للمدير التنفيذي المختص بفحص الشكوى، وهو من يقوم بعرض القضية على النيابة العامة. طيب مادة 42 خاصة بالفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون جهاز حماية المستهلك والمتعلقة بالتصرف في الشكاوى. قال تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى بإعداد تقرير بالرأي ورفعه إلى المدير التنفيذي الجهاز، ويعرض المدير التنفيذي تقرير مشروع برأي على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حيال، وذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام من تلقيه التقرير. هل هذا التقرير أرفق بأوراق القضية؟ لا، لم يرفق بأوراق القضية. طيب مادة 43 من ذات اللائحة قال لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة أن يصدر قرار مسببا بإحالتها للجهة المختصة أو بحفظها. يبقى هنا حدد القانون أن الاختصاص النهائي والأصيل بالموافقة على إحالة القضية المحرر عنها مخالفة في إطار قانون حماية المستهلك إلى النيابة العامة من عدمه يتم بعد عرض الأمر على لجنة، واللجنة تعرض على مدير تنفيذي، والمدير التنفيذي يعد تقرير ثم يعرض على رئيس الجهاز، ويكون له القرار الأخير إما بإحالتها للنيابة العامة لجهة التحقيق المختصة أو بحفظها أو باتخاذ قرار آخر، ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على مجلس الإدارة نفسه عن الشكاوى وما اتخذه من قرارات حيالها في أول جلسة تالية. وبهذا تكون محكمة الجنح المستأنفة حينها طبقا للقانون القديم أنها غير مختصة ولائيا بنظر النزاع المعروض، وأن الدعوة أحيلت بالخطأ إلى النيابة العامة عن طريق المحضر الذي حرر في قسم الشرطة بمعرفة موظف الجهاز وهذا ليس من اختصاصه، وأن إحالة القضية إلى المحكمة تم بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار أن المختص بالإحالة والموافقة على إحالة المتهم بقضية إلى المحكمة هو السيد رئيس الجهاز بعد عرض الأمر على المدير التنفيذي للجهاز وتقرير من المدير التنفيذي للجهاز وخلال مدة معينة وهي 7 أيام، ويسبقه عرض على لجنة مختصة لفحص الشكاوى وفض النزاع مع حضور كافة الأطراف، وهذا لم يحدث، فلم يسمع قول سوى الشاكي والسوبر ماركت، ولم يختر صاحب الشركة الموردة. هذه القضية هي التي كانت محور اتهام ووصفتها النيابة العامة بوصف جنحة تموين على نحو خاطئ بالمخالفة للقانون، وبناء عليه حصلنا على حكم صدر من محكمة جنح مستأنفة بالبراءة في هذه القضية. شكرا.